وطبعا في طبعا مرات كتير تعارض بالنسبة للأعمار، على أساس آدم لنوح يعني بحاول يشوف العمر، لكن هو الشيء الرابط بين آدم وبين نوح اللي هو متوشالح، متوشالح، وده كان جد نوح. جد نوح واللي عاصر آدم لأنه كان فيه الأعمار الطويلة. وممكن بالزبط. نسأل في هذا الموضوع بعد شوي يعني طبعا بالنسبة للأعمار. طبعا الأعمار الطويلة ده كانت مهمة قوي في الفترة الأولانية، لأن كان في تناقل شفوي لرسالة الله المرسلة إلى العالم، فكان في شاهد على الأحداث وهو متوشالح اللي عاش 969 سنة، فكان عاش عاصر آدم اللي عاش 930 سنة، وكان جوه جد نوح. وبموت متوشالح جاء الطوفان، فمتوشالح ما كانش موجود لأنه كان إنسان بار، فلو كان موجود أثناء الطوفان كان لازم يدخل الفلك، بس اللي دخل الفلك 8 أشخاص محددين، نوح وزوجته والثلاث أولاد سام وحام ويافس وزوجتهم. فمتوشالح مات في سنة قدوم الطوفان.